مشاهدينا السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا كسيده خايبه بلوطوروت رابطه بين كازا والمحمديه. كسيده خايبه كانت طرب مقلوبه عاد دابا الامن يعني رجعوها، فالحمد لله ما كايناش ما كاينش خسائر في الارواح. الحمد لله السيد اللي كان في الطوموبيل اللي تقلبات بخير عليه. دائما كنطلبوا من الناس ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم اثناء السياقه، لانه كيف ما كتشوفوا هذه الحادثه صعيبه، كان ممكن انها تكون مميته، ولكن الحمد لله السيد مولاها اللي تقلب ما وقع عليه والو، ولكن راه شاده الخلعه بزاف. اذا نتمنى السلام للجميع كيف ما كتشوفوا. لا 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 لا، اذا نتمنوا دائما الناس ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم اثناء السياقه، خليوا مسافه الامان، لانه كسيده خايبه بزاف، كان ممكن تؤدي خسائر في الارواح. الحمد لله اللي ما كانش اللي ما وقعت شي حاجه للسيد اللي كان فيها. كيف ما كتشوفوا كنشكروا رجال الامن اللي دائما كيقوموا بالعمل ديالهم في اسرع وقت، دغيا قادوا الطريق ويعني ساعدوا ان الناس يدوزوا، دغيا قلبوا الطوموبيل اللي كانت في الكلوبه ورجعوها للمكان ديالها وحيدوها. فدائما الناس اللي كيتابعونا خذوا الحيطه والحذر ديالكم، لانه يعني الطوموبيلات راه ما معاهمش اللعب، دائما الانسان ياخذ حيطه والحذر، يخلي مسافه الامان. اذا مشاهدينا الله يحضر السلامه، كيف ما كتشوفوا هذه هي السياره اللي دارت السيده، دورت السياره، هذه هي السياره كيف ما كتشوفوا الحاله ديالها صعيبه بزاف، شوفوا كيفاش ولات. كيف ما كتشوفوا السياره كيفاش ولات، الحمد لله ان السيد اللي كان فيها موقع عليه والو، ولكن راه مسيطر عليه الخوف بزاف، مسكين وخايف انه يخبر العائله ديالو. الحمد لله اللي موقع عليه والو، الحمد لله. فدائما كنصح المواطنين في السياقه سواء داخل المدينه سواء في لوطوروت ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم، دائما خذوا مشاهدين الحيطه والحذر ديالكم، والا المصير كيكون هو كسيده خايبه اللي ممكن تؤدي بين الهلاك، يعني شي حوايج اللي صعاب بزاف. كيف ما كتشوفوا الطوموبيله كاع تخمجات وكانت مقلوبه، الحمد لله السيد اللي كان فيها راه ما وقع ليه والو، ولكن خايف يقولها للعائله ديالو او يخبرهم. وحسبي الله ونعم الوكيل، الصراحه نتمنوا ليه السلامه ونتمنوا السلامه للجميع. مسافه الامان، اذا مشاهدينا دائما ناخذ مسافه الامان، سواء كنا في لوطوروت وداخل المدينه نحاولوا نسوقوا بحذر، هادشي مكتوب، ولكن دائما الواحد ياخذ الحيطه والحذر ديالو، ونتمنوا السلامه للجميع. وللاسف اذا مشاهدينا اللي عاد انضموا لنا في المشاهده، كيف ما كتشوفوا السياره اللي كانت مقلوبه في طريق السياره بين طابين كازا والمحمديه، كسيده اللي كانت خايبه وخايبه بزاف، تقلبت واحد السياره ديال واحد المواطن، مواطن بسيط والسياره بسيطه، الحمد لله الموقع عليه والو، الحمد لله. السيد راه مخلوع بزاف، كيف ما كتعرفوا الصعيب انه يخبر الاهل ديالو، ما قاتش مسكين كيبكي كيقول لك انا خايف غير كيفاش غنقولها لهم، فتا حد ما بغاو يطيح في هذا الموقف، ولكن الحمد لله اللي بقات الصحه، صحته مزيانه الحمد لله. خليكم معنا غنشوفوا الان السياره. حفظ الله حفظ الله. اذا السيد اللي دار معك سيده كيقول حفظ الله اللي ما ماش، لانه كيف ما كتشوفوا الكسيده راه صعيبه صعيبه بزاف. احنا دابا كنوريكم داك الشيء عن قرب كيف ما كتشوف. قول شي كلمه بلا ما تبان فيك كاع واحد الكلمه.
لا لا ما غيبانش. لا ما غتبانش. واحد النصيحه للسائقين هذا. اذا هذا هو السيد ما عندك السيده، شنو هي النصيحه اللي تبغي تقدمها للسائق؟ ولا داعي للسرعه، هذه النصيحه. دابا حنا كنا خارجين مع لور دو بوينت، وكان لومبوتيساج، كان سميتو كان لومبوتياج في لوطوروت. كيفاش وقعت الحادثه؟ احنا كان لومبوتياج، انا درت في ديتريس وقفت واحد اللحظه، هذا كيهبر كيبان لي مول لوندا هرب على شي ماطر، وكان واحد الرموك دوبني بواحد السرعه. هذيك الساعه من الريتروفيزور الطوموبيله كتبان لي تهزات وتقلبات به وجا لعندي لهنا يضرب. يعني الكسيده ما كانتش معك مباشره؟ لا ما كانتش معايا مباشره، هو هرب على الماطر باش ما يضربنيش وطاح فيا انا. ماشي اذا حسنت عندك خسائر في السياره ديالك. خسائر الحمد لله السيد موقع عليه. الحمد لله موقع عليه، ولكن هو شويه ستريس الخلعه وباغي الطوموبيله تصاوب ليه. كنقول له اودي الحديد يفوت، الحديد يفوت بقى تجي على الصحه، بعدا تفوت على الصحه. جاتو الصحه ديالو راه صعيب بحال غيولي يفكر. بيان سور، لا ليه لا لينا حنا المجتمع كامل، راه ما تبغيش شي واحد يمشي ضحيه ديال حد. اذا واحد النصيحه للمواطنين اللي كيتابعونا. اودي لا داعي للسرعه، الانسان خصو لابد 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 يترزم في الصوره، يترزم في السياقه. خاصة في الاوقات ديال الديروه. الاوقات الديروه بين 12 والوحده وهذا وهذا، والحمد لله هو السيد هو راه بخير وعلى خير، الحمد لله. اي والله الله يلطف بينا، الله يلطف بينا. شكرا سيدي، شكرا. اذا كيف ما كتشوفوا هذه السياره، الحمد لله اللي السيد ما وقع عليه والو. كيف ما قال السيد اللي دار معاه الكسيده، لا داعي للسرعه، نطمنوا العائله، السرعه راه كتقتل. طمنوا العائله ديالو، لا عرفوا الطوموبيل، راه السيد راه ما وقع عليه حتى شي حاجه. أيه. في غشيه ديال الخلعه، بصحه جيده، جيده، ما يخافوا. الحمد لله اللي جات غا في الحديد، كيف ما كنقولوا هادشي كامل كيتعوض، وحنا اللي كنديروا الحديد ماشي هو اللي كيديرنا، فدائما تبقى لينا غا الصحه. ثم الديباناج كي كتشوف الحوادث بحال هادو، واش نقول لك اخويا؟ حنا ديما كنعيشوا في هاد المواقف الصعبه. كي شي حادثه ديال اليوم هاد الحادثه هادي اخويا، عيطوا لنا كنا مشغولين، ومع ذلك جينا قمنا باجراء. كنتو في اسرع وقت شفناكم. ضروري اخشي ضروري. شكرا لك. شنو هي النصيحه بما انكم كتشوفوا بزاف ديال الحوادث في النهار، اكثر من شحال تقريبا ديال الحوادث في النهار؟ بزاف اخشي العدد ديال الحوادث. وقف هنا. اذا قول لينا تقريبا شحال ديال الحوادث في النهار؟ بزاف في النهار بسبب التهورات ديال السائقين، وداك الشيء راه كنعيشوا ظروف صعبه. يعني ملي كتجيو تسولوا السبب ديال هاد الحوادث كيكون شنو هو؟ السرعه ولا؟ لا اكثر مخالفات السرعه ولا تيف. كنطلبوا من هاد الناس هادو تكايسوا السلامه، ونطلبوا منهم السلامه وصافي. شنو هي النصيحه اللي تبغي تعطيها للمواطن؟ احترموا قوانين الطرقيه، باش يحافظوا على السلامه ديالهم والسلامه ديال المواطنين. شكرا سيدي، شكرا. اذا المشاهدين اكتفوا بهذا القدر، كما كتشوفوا كانت كسيده بين لوطوروت رابطه بالمحمديه والدار البيضاء. هذه هي السياره، الله يحفظ لي طرات فيها الكسيده. حتى السيد الاخر تا هو عنده خسائر، ولكن الحمد لله ما كانتش واحد الخسائر في الارواح، الحمد لله. السيد يعني بقى في الحال على الطوموبيله ديالو، ولكن الحمد لله والشكر لله انه ما عنده حتى شي حاجه في الصحه ديالو. الصحه هي كيف ما كلشي كيتعوض كيف ما كنقولوا. فشكرا مشاهدينا على حسن المتابعه، والى اللقاء، كنتمنى السلامه للجميع.